أسعد الله صباحكم بكل خير. هذا الفيديو مقدم لكم من وينزر بروكرز، تاريخ 14/10/2019. محدثكم عصام اسطنبولي، نظرة على الـ S&P 500. من الناحية الإخبارية على الأجندة الاقتصادية، ليس لدينا أي أرقام اقتصادية، حيث أن البنوك في كل من اليابان وكندا والولايات المتحدة مغلقة اليوم. أما من الناحية التقنية، نلاحظ أن الأسعار تتداول أعلى مستوى 1966، وهو ما يعطي نظرة إيجابية للوصول بالأسعار إلى مستويات 1987، وكسر مستوى 1992 يعطي مزيد من الإيجابية للـ S&P 500 للوصول إلى مستوى 3008 أو 3010 تقريبا. فقط تداولات أقل من المستوى 1965 يغير أي نظرة إيجابية إلى سلبية للوصول إلى مستويات 1950، وكسر مستوى 1944 يعطي مزيد من السلبية للوصول إلى مستويات 1928. كان معكم عصام اسطنبولي في التحليل اليومي للأسواق من وينزر بروكرز. شكرا لحسن المتابعة.